بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا وسهلا بالجميع. حديثنا بعنوان ركوب النوق للوصول إلى أخبار السوق. السوق في اللغة يذكر ويؤنث، وإنما سمي السوق سوقا لما يساق إليه من البضائع والأمتعة. سمي سوق الأوراق المالية بورصة نسبة إلى عائلة بلجيكية غنية في القرن 15 اسمها فان درن بورسون، كان لها فندق يلتقي فيه التجار. بلطجي كلمة تركية مكونة من جزئين، بلطة بمعنى الفأس وجيل النسبة يعني صاحب الفأس، وهي فرقة عثمانية لحماية الأسواق. اللي يهتم في شكلا نسميه في اللهجة زقرتي، وزقرتي كلمة تركية بمعنى خال الجيب، يهتم بالشكل ويتسوق وهو خال الجيب. السرسري كلمة تركية بمعنى العاطل عن العمل، وقد وضع الأتراك نظام السرسرية في معاقبة المتسكع في الأسواق من عاطل العمل، لأنه أحيانا قد يجتمع في السوق من لا مروءة عنده من أصحاب الكلام القبيح، سمي الكلام القبيح بالكلام السوقي نسبة إليهم. قال ابن العربي: والتسوق في الأسواق ليس من خوارم المروءة كما يقول البعض، بل إن المشركين قالوا عن الرسول: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. أبو الحسن الششتري رحمه الله أحد العباد في مدينة مكناس في القرن السابع الهجري، لامه بعض الناس على تسوقه في السوق فقال: شويخ من أرض مكناس وسط الأسواق غني، وش علي أنا من الناس وش على الناس مني؟ شويخ تصغير شيخ، وغني يعني أنشد. مدير مدرسة محمد الوهيبي في بريدة منتصف القرن الماضي كان يرسل شباب أقوياء لإحضار المتخلفين في الأسواق وضربهم بالعصي أمام الطلبة. دمشق انزعج من زوار دكانه فكتب على الباب: يا واقفا كن منحرف، سلم سلامك وانصرف، هذا محل شغلنا، لا ينبغي لك أن تقف. في القاهرة منتصف القرن العشرين قامت معركة بين محلين لبيع العصير، جاد الله وفرغلي، قتل فيها 6 أشخاص، أغلق جاد الله وبقي فرغلي. والآن جاء دور قطر الندى وبل الصدى لترك السنابات والذهاب إلى الغداء. استودعكم الله.